لمناقشة الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان ودلالات التصريحات الأوروبية بفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي، معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي شندب. مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا أخي. أهلا فيك. بداية أستاذ علي، كيف تقرأ تزامن إعلان قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عن طلب التحقيق مع رئيس الوزراء ووزراء وشخصيات سياسية وأمنية حالية وسابقة، وإعلان الاتحاد الأوروبي البدء بعقوبات على شخصيات لبنانية تعرقل الحل السياسي؟ هل ثمت علاقة بين الأمرين؟ سؤال وجيه جدا ما تفضلتم به، بعد التحية لكم ولمشاهديكم. الجد جوهري، وأغلب الظن بأن هناك ترابط وثيق وعميق. المجتمع الدولي يعرف، المسؤولون في لبنان، أن المجتمع الدولي يراقب وبالميكروسكوبات الدقيقة أداء السلطة السياسية الفاقدة للموثوقية والثقة من قبل اللبنانيين والمجتمع الدولي. يعرفون أن انفجار مرفأ بيروت بات قضية تهم المجتمع الدولي، وبالتالي فإن هناك ترابط وتزامن بين العقوبات التي عبر عنها سابقا وزير خارجية فرنسا ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، واليوم رالف صراف ممثل الاتحاد الأوروبي في لبنان. هو يقول بصراحة واضحة للمسؤولين في لبنان بأنه إذا لم تجروا الإصلاحات فإن هناك عقوبات قاسية ستنال منكم. لا جديد يذكر على مستوى مضمون قرار القاضي الجديد في ملف انفجار مرفأ بيروت. نعم. المحقق العدلي طارق بيطار، هو قرار لا يختلف في المضمون عن قرار سلفه القاضي طوان. نعم. انما الذي اختلف ان لربما ان القاضي الجديد طارق بيطار قد اعتمد اسلوبا وفق الاصول القانونيه الصارمه بجهه طلب الاذونات من بعض الوزراء لملاحقة بعض مدراء الأجهزة الأمنية، وأيضا من مجلس النواب ونقابة المحامين لرفع الحصانات عن بعض النواب الاتفاقين. طيب. ووزراء سابقين. في مقابل ما تفضلتم به دكتور، يعني كيف نفسر أو نفهم حديث الجارديان البريطانية أن السياسيين الفاسدين في لبنان ما زالوا أقوياء بعد مرور 18 شهرا من الأزمة الاقتصادية والتوتر والاحتقان السياسي في البلاد، إذا كان الاتحاد الأوروبي وفرنسا بالفعل يريدون حلا سياسيا في لبنان؟ سيدي الكريم، نحن علينا، يعني المجتمع الأوروبي علينا أن لا ننسى أو أن نغفل بأن السلطة السياسية الفاسدة في لبنان إنما مارست هذا الفساد، والدعارة السياسية في لبنان مارستها تحت نظر الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، لأن غالبية السادة في لبنان لديهم أعمال ومزكين هم في الأساس من بعض الدول الأوروبية، وبالتالي لأن هناك نشأ واقع جديد في لبنان سببه ثورة 17 تشرين، الثورة الشقيقة لتشرين العراقية، وفضحت الزمرة الحاكمة، العصابة الحاكمة في لبنان، كما فضحت العصابة نفس العصابة في العراق، وبالتالي بات هذا المجتمع الدولي لا يستطيع إلا أن يغير سياساته، وأعتقد بأنه قد أبلغ الساسة في لبنان وخاصة المتورطين بالفساد بأنه رفع غطاءه عنهم، ولهذا الأمر كان قرار أو مذكرات استدعاءات القضائية من قبل القاضي بيطار كان سلسا ولم يحدث ردود الفعل السلبية كالتي حصلت في السابق. لكن بصراحة تمام سيد علي، هذا كلام مهم وجميل، لكن بصراحة هل تعتقد من خلال متابعتك وفهمك للخارطة السياسية في لبنان أن هذا الإعلان من الاتحاد الأوروبي والبدء بعقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية التي تعرقل الحل السياسي كما قال، يمكن أن تغير شيئا على أرض الواقع وتمنع مزيد من الانهيار السياسي والاقتصادي في البلاد؟ سيدي الكريم، كلا، لن تغير شيء. هي عقوباتهم حسب ما نشر منذ قليل يبدو أنها لن تتجاوز تعليق تأشيرات الشنغن إلى دول الاتحاد الأوروبي أو إلغائها أو عدم منحها.
بهذا المعنى هي عقوبات معنوية، الهدف منها حث المنظومة السياسية على السرعة في تشكيل حكومة. أنا أعتقد بأن هناك في يوجد استعطاء سياسي كبير في البلاد، وأن لا يمكن إيجاد حل سياسي إلا بعزم أحد فرقاء الأزمة السياسية في لبنان. وهذا الأمر هو ما يتبدى في الشارع، طوابير وقود بنزين ومازوت. غدا نحن على قد نكون على موعد خطير في طوابير الرغيف، طوابير الخبز، لأن الأفران أيضا والصيدليات أعلنت على أنها قد في الغد أو بعد غد. يعني نحن نعم. دخلنا في صلب المليار الاقتصادي والاجتماعي الخطير، ونحن قد ننظر البلد إلى فوضى أمنية واجتماعية سيد علي. يعني لا أعرف كيف يمكن أن تؤثر عقوبات معنوية كما تفضلت قبل قليل من خلال منح تأشيرة الشنجل أو غيره، وهم أصلا معنويا لم يتعبهم ويزعجهم هذا الانهيار الاقتصادي والأوضاع المأساوية وعدم توفر الأدوية والوقود والكهرباء وكل ما تعرفه في لبنان لم يحرك فيهم ساكنا، فهل يمكن أن تحرك بعض العقوبات المعنوية السياسيين اللبنانيين؟ طبعا ممكن أن تحرك تؤثر على البعض، لأن هناك بينهم من طامح في رئاسة الجمهورية وبينهم من هو طامح في مناطق في الدولة، وبالتالي أي شخص يتعرض لفرض عقوبات أمريكية وأوروبية سوف يكون من الصعوبة بمكان حصوله على تسوية الجانب الأوروبي والأمريكي. لبنان كما نعلم جميعا خاضع لتوازنات أقليمية ودولية وللغرب كما نعلم جميعا كلمة عليا على مستوى اختيار رئيس الجمهورية وقائد الجيش ورئيس الحكومة وبعض المناصب الأمنية والمالية الحساسة في الدولة اللبنانية. وبالتالي مروحة العقوبات هذه هي خصوصا أنه بعض هؤلاء الساسة لديهم أيضا جنسيات أوروبية أو غير أوروبية بالمناسبة، وهذه مسائل نعم تؤثر عليهم. وأيضا لا يوجد مشكلة لدى الساسة اللبنانيين بالتنازل للخارج، مشكلتهم أنهم لا يريدون التنازل لأجل الشعب اللبناني. ربما هذا هو السؤال. نعم نعم هذا هو السؤال تماما. السؤال التالي، اسمح لي لضيق الوقت سيد علي، ما المخرج المتوقع؟ هل تتوقع أن يتم التوافق، يعني إذا استجابوا لهذه العقوبات هل يتم التوافق حول يعني نقاط ما، أو أنهم سيذهبون إلى انتخابات في لبنان؟ سيدي الكريم، الحريري كان خارج لبنان، اليوم عاد إلى لبنان. المناخ العام في لبنان أنه مرشح أن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة، يوجد هذا الكلام. لكن حتى لو لم يعتذر وشكل حكومة يفصلنا عن الانتخابات أشهر، بضعة أشهر، هي حكومة غير قادرة على الإنجاز، والوضع ينزلق إلى مزيد من الانهيار والارتطام، والأمور لا تبشر بالخير على الإطلاق. أنت لو شكلت حكومة تمتلك صلاحيات الكون. شكرا لك سيد علي شندب، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، وانقطع الاتصال بشكل مفاجئ.